طلبنا طبعا ان احنا نكستراكت قلنا الفيلد ونكستراكت يعني بروبرتي من الخاصه بتاعتها فيلد مباشر او اوبجكت من جواه فيلد او من الاري اندكس والكلام الجميل ده. ماشي، لو انا عندي مباشره يعني عايز مثلا اتعامل مع التليفون على ان هو اري، على اساس ان هو اري جوه التيبل، يعني لو حبيت اتعامل معاه مباشره فانا ممكن اقول له مثلا سيلكت عايزين نتعامل مع الفون مباشرة. ماشي، احنا لو قلنا سيلكت جيسون كنا قبل كده نتعامل مع الفون مباشرة. حتى كده وسيلكت الاي دي عندنا السالري اكستراكت الفون، صح؟ الفون كده ما ينفعش نكستراكته كده في المنظر ده، مش ينفع نكستراكته هنا كده، صح؟ المفروض نكستراكته ازاي؟ نقول اسم الفيلد هنا ديتيلز، صح؟ عشان يعرف اسم الفيلد، وهنا بكتب ايه؟ وهنا بكتب فون. اتعلمنا كده عشان نجيب اي فيلد عادي، صح؟ طيب رجعنا كده نبص على الجمله. مفيش تليفونات خالص ولا ايه؟ دوت، احنا نسينا الدوت، اسف، بعد علامه الدولار ساين المفروض يبقى فيه ايه؟ دوت. تمام، ادي الايه؟ ادي الداتا بتاعتنا. حلو، المره دي البيانات بتاعتنا بالشكل ده جايه لنا على بعضها. لو انا عايز بقى اجيب منها اجيبها ازاي؟ هعمل نفس الفكره بتاعت الاري بس ببساطه هنا على بعضها، لان هنا ما عنديش. الاول كنت بحط هنا الفون، لو فاكرين انا هنا كان عندي الفون وكنت بنقي منه، واخدين بالكم؟ كان عندي الفون مباشر، الفون مباشر وبنقي منه اللي انا عايزه. المره دي لا، انا مش عندي الفون مباشر، انا اصلا عندي الفيلد اسمه ديتيلز ومنه جبت الفون، صح؟ ومنه جبت ايه؟ الفون. اقدر اقوم عامل ايه؟ اقدر اقوم بعدين اقوم عامل كده وكده اوصل لاول ايمنت في الاري، وكده اوصل لاول ايمنت في الاري. يعني لو جينا جربنا كده وقلنا جو، ادي الايه؟ المنظر بتاعنا اهو، بدا يوصل لاول ايمنت عندي في الايه؟ في الاري. مفهومه كده؟ طيب مش بس طبعا الموضوع ده مش بالنسبه لي، مش هو ده بس القصه يعني. احنا بالنسبه لنا زي ما قلنا احنا جربنا مع السالري، فين السالري؟ السوشي، احنا جربنا مع السالري وقلنا اكبر من كذا. ايوه ماشي صحيح، بس برضه كان جوه الفيو، كان جوه الايه؟ جوه الفيو. كنت تقدر تنادي كده تقول الاي دي بيساوي الاي دي والسالري وكذا، والسالري اكبر من كذا، صح؟ فاهمني؟ كان مباشر هنا، يعني هنا كان مباشر. احنا افترضنا ان انا عندي ان ده اصلا في الاساس ما هوش مباشر، ما عنديش قيمه مباشره ليه. انا هو جوه جيسون زي ما احنا كده، يعني احنا عايزين نتعامل معاه، لان اهم حاجه تتعامل مع الاصل عشان تعرف تتعامل بحريه بعد كده. فانا عندي ان هو كده، انا عايز اوصل له هو هنا كده، صح؟ عايز اوصل له هو بالشكل ده. طيب عشان اوصل له هو بالشكل ده واعمل عليه كونديشنز، عادي جدا ان انا اجي هنا كده واقول له انا والله عايز من الديتيل، بس عايز المره دي مين؟ السالري. لو انا عايز اقول له بقى السالري يكون اكبر من كذا، نخلي بس از ايه؟ از سالري. لو انا عايز اقول له السالري اكبر من كذا، يبقى انا هاجي هنا كده وقايل له وير الاكسبكت اللي هو السالري يكون اكبر مثلا من 10,000 او 11 اكبر من 11. تمام. مين داخل بجهاز اسمه ايفون عمال يخبط وجعني دماغي على الاخر. طيب ادي الايه؟ الجمله بتاعتنا. طيب لو جينا جربناها، خد بالكم هنا الجمله انا قايل له ايه؟ ان السعر يكون اكبر من 12,000، صح؟ قلت له جو، ايه اللي حصل؟ جاب 12,000 12,000 12,000 12,000، يعني قدر يفهم الكونديشن بتاعي عادي جدا جوه الجيسون كده بالمنظر ده، صح؟ طيب يبقى برضه قدرنا نحط ايه؟ نحط وير. طب هو بس وير؟ لا، اتعمل بقى عادي، يعني عايزك بقى تنطلق بقى في الحياه، يعني عيش، يعني ممكن نعمل كده مثلا بدل وير مش هحط وير، هقول له مثلا
جروب باي ينفع؟ اه عادي، مش هيبقى فيلد عادي، بتتعامل معاه كانه فيلد عادي، بس بتتعامل معاه بجيسون اكستراكت بس، يعني بدل ما ننادي عليه فيلد مباشر، لا بجيسون اكستراكت وخلاص. يعني لو جينا دخلنا هنا وقلت له انا عامل جروب باي سيلر، تمام، بس طبعا لازم عشان نعمل جروب باي سيلر يبقى ليها معنى، نقول له كام انت مثلا، ونشيل الاي دي، يا اما نحط الاي دي دوت في حاجه تانيه. فانا هقول له مثلا ايه، انا عايز، وعايز مثلا كاونت، بالتالي لو كتبنا السنه مش هيقبل، هو عايز برضه يكتبه كاملا، يعني يكتب جيسون اكستراكت. اجرب مظبوط، هو يقول لي لا اكتبها كامله لان هو مش هيفهم الاختصار لسه. وقلت له كده اهو، هي بعد ما عملنا ده السالري، وبعدين جبنا عملنا له كاونت، وعملنا جروب باي، وعادي الدنيا جميله. ادي الايه؟ قال لي في واحد بياخد 11000، في عندك 12 بياخد اربع ايه؟ في أربعة اربعه أشخاص بياخد بياخدوا 12، 12000. اربعه في الفرق بياخدوا 12000. تمام كده؟ طبعا تقدر تعمل بقى طبعا اللي انت عايزه، هافنج بتاع اللي انت محتاج تعمله، مفيش مشكله يعني، تقدر تحط الوير بتاعتك، ما تحطش وير، كل الكلام اللي انت عارفه العادي ده، طالما هو بقى فيلد عادي وانت تتعامل معاه، بقى فيلد عادي وانت تقدر تتعامل ايه؟ تقدر تتعامل معاه. ماشي، عرفنا نتعامل برضو مع الحاجات دي. طيب احنا عندنا برضو حاجات تفصيليه كانت اكتر، سيبك من الفون، خلاص عرفنا الفون جميل، وعرفنا نتعامل مع الاري، وبقينا حلوين مع الاري، ما عندناش مشكله مع الاري. كان انا هكبر كده وافتح كده الدنيا، احنا ما عندناش اري بس، احنا دي عايزين نوصل للنيم، نوصل للسر، نوصل للجندر، ما فيش مشكله، النيم والسر والجندر ما فيش مشكله، النيم والسر والجندر ما فيش مشكله، والفون بالتفصيل بتاعه الاري ما فيش مشكله، وان احنا نوصل للنيم والاوبجكت الداخلي بقى برضه ما فيش مشكله، صح؟ معايا ولا مش معايا؟ لكن ايه يا حاجه دكتور؟ بقى خلاص كده تمام. اخر حاجه عندي بس، ان انا اتعامل مع الديبندنت على اساس ان هو اري اوف اوبجكتس، يعني ده دمج المفهومين مع بعض، فاهمني؟ دمج مفهوم ان النيم يبقى جواه حاجات، صح؟ ودمج مفهوم ان الاري يبقى جواه حاجات، هو دمج المفهومين مع بعض، هو اري والاري جواه ايه؟ جواه اوبجكتس. نفس الكلام لو جينا في الجوب، في الجوب هيستوري هنا هتلاقي نفس الفكره، صح؟ الجوب هيستوري اري، ومن جوه الاري اوبجكتس، صح كده؟ مظبوط. وطبعا ممكن يكون جوه الاري اوبجكت، والاوبجكت يكون جواه اري، يعني بتبقى الدنيا حلويات خالص، ممكن تبقى الري جواه الري، يعني مش عايزين نعقد الدنيا. ناخد بالك، انا يعني انا في مواد فعليا كامله العمل بتاعها بيتشرح على الجسم بس، صدقوني يعني، اللي هو في الدوكيمنت داتابيز والحاجات الداتابيز الحديثه، بنقعد نتكلم في الدوكيمنت داتابيز طول وقتنا يعني، بس مش اكتر من كده. تعال نقول احنا عايزين نوصل ليه مثلا، تعال نتكلم على الديبندنت مثلا. لو احنا عملنا كده، وهنا قلنا مثلا احنا محتاجين اسم الابن مثلا، مش محتاجين اكتر من كده. فقلت له ماشي، تخش على الديتيلز مفيش مشكله، وعملت الدولار ساين، وهقول له ديبندنت فروم ام، صح؟ ما عندناش ولا جروب ولا وير ولا اي حاجه خالص، الدنيا بسيطه. طبعا ممكن اقول له از نوت نال، او از هنا ما جابوش ليه؟ هل كاتبين حاجه غلط؟ عشان بس طبعا حاطين الكلام ما بين سنجل كود، فمعنى ان هو سنجل كود في الماي سيكول معناها ان انت عايز تقول له ان هو كيس سنسيتيف، يعني خد بالك من حط الحروف يعني هنا كده مثلا كتبت دوت كابيتال، كتبت سمول مفيش مشكله، لكن لو حطيته ما بين سنجل كود يبقى لازم تكون كاتبه زي الاصل، لازم تكون كاتبه زي الايه؟ زي الاصل،
مفهومة؟ تاني حتة دي بعد تمام يا دكتور. ولو احنا عشان حاطين سنجل كود، يعني مثلا ده كده سيلكت الاي دي، فيها مشكلة؟ مفيهاش مشكلة، لو جيت عملت كده الاي دي تمام. بس انا جاب كلمة اي دي ذات نفسها، لان هو فهمش ان ده فيلد، يعني فهمش ان ده فيلد، لازم عشان ما ينفعش. المهم يعني اللي انا عايز اقصده ايه؟ لان كده هيفهم كلمة انا عايز اطبع الكلمة ذات نفسها. احنا بس بنليع، هو بقى ليه كيس سنسيتيف كده؟ لان احنا حاطين الحاجة ما بين سنجل كود، تمام؟ لما بتحط الحاجة ما بين سنجل كود بيفهم ان انت تقصد الحاجة ككابيتال وكسمول بتفاصيلها. ماشي؟ عشان كده اضطرينا نكتب كلمة ديبندنت زي كده، يعني كيس سنسيتيف. ترى ما بين سنجل كود اضطرينا نكتبها كيس سنسيتيف. ماشي؟ مفهومة كده ولا ايه؟ تمام. طيب هنا جاب لي اهو، جاب لي في النتائج. طبعا انا ممكن احطه في الوير واقول له وير ان الديبندنس از نوت نال، فيشيل لي دول، بس يعني مش قضيتنا دلوقتي، مش قضيتنا نلعب في العرض، عايزين نوصل للداخلي.